طب يعني من خلال جولاتك بمحافظات الصعيد ومحافظة قنا، هل هناك يعني مثلا مقترح لعمل حصر للسادة الأشراف على مستوى الجمهورية أو في محافظات الصعيد؟ ومن الصعب انك تعمل حصر للساده الاشراف في مصر بصفه عامه، لان الجهه الوحيده اللي في مصر بتعمل حصر ليهم الجهه الوحيده اللي بتعمل لهم حصر في مصر كان فيها نقابه الساده الاشراف، كونها هي المخوله بتسجيل الساده الاشراف على مدار العصور من العهد الفاطمي للان. انما في بعض الساده بيرفضوا التسجيل في اي جهات رسميه، يقول لك احنا معروفين بالتواتر وما عندناش عايز ان احنا نسجل، احنا معروفين، فالشهاده او البطاقه مش هتكون سند لينا، يعني شهرتنا وتراثنا هو السند بتاعنا، فدول مش هتقدر تعرفهم الا اذا انضموا لاحدى الجهات اللي بتعمل على جرد اسماء وتحقيق وتوثيق انسابهم او اسمائهم في، بس صعب انك تحصرهم عدديا، هيكون مبالغ في العدد سواء بالزياده او بالنقصان. طب هل هناك تعارض ما بين الهيئة وما بين نقابة الأشراف؟ إطلاق الهيئة العالمية العليا للسادة الأشراف ترخيصها الدولي بينص على أنها هي أعلى جهة صادرة لها ترخيص على مستوى العالم، منظمة غير حكومية في هيئة الأمم المتحدة، بموجب الترخيص بتاعها يطلق أن الهيئة هي السلطة العليا للسادة الأشراف كمنظمة دولية. نقابة السادة الأشراف في مصر نقابة إقليمية تتعامل مع تحقيق وتوثيق أنساب السادة الأشراف في جمهورية مصر، ويمتد بعض أنشطتها إلى الدول العربية بشكل ودي وليس بشكل رسمي لأن هي مختصة بجمهورية مصر. إحنا بنعمل على لم الشمل. نقابة السادة الأشراف في مصر بتعمل على توثيق وتصديق أنساب آل البيت في جمهورية مصر، فما فيش تعارض. إحنا عملنا خيري إلى أبعد ما يكون، يعني رغم أن من صلب تأسيس الهيئة توثيق والتصديق على أنساب السادة الأشراف آل البيت وجميع القبائل العربية. إحنا مكملين لبعض. ما بنقبلش أي عضو في الهيئة ما لم يكن حاصلا على شهادة نسب ومصدقة من نقابة الأشراف في مصر. طيب هناك بعض الادعاءات في الفترة الأخيرة بأن يعني التشيع بيدخل إلى مصر عن طريق آل البيت، ما ردك على هذه الادعاءات؟ التشيع منتشر في دول الهلال الخصيب كإيران كالعراق هنا، إنما في مصر مش منتشر أوي. الادعاءات كلها قد تكون محصورة في عدة أشخاص معروفين لدى الدولة ولدى الجهات الأمنية في الدولة، ولكن آل البيت التشيع هيدخلهم ازاي؟ هم قال الناس كلها بتتشيع لآل البيت، مش آل البيت هم اللي هيجيبوا التشيع او هينشروه. احنا في الهيئه بنتعامل مع الساده الاشراف آل البيت، ما عنديش مشكله انه يكون سني، ما عنديش مشكله انه يكون شيعي، ما عنديش مشكله انه يكون ايا ما يكون، طالما صح اثبات نسبه هذا ما اتعامل معه فيه، ماليش دخل بمذهبيته بالطائفه اللي بينتمي ليها، ده امر يخصه هو، انا يخصني عندي في الهيئه أو في الجمعية العالمية أو في أي مكان المسمى عندنا في الهيئة، لأن الهيئة بتاعتنا بيندرج تحتها مسميات دولية كتيرة، أنه يكون شريف ثابت النسب وموثق، انتمائه الطائفي إيه؟ ما يخصنيش. طب بالنسبة